أهلا بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية. كتير من البنات والسيدات بيهتموا دايما وبيحرصوا لتكون شكل بشرتهم نضر على قدر الإمكان، كمان صافية ما فيهاش أي مشاكل زي الندبات وكمان المشاكل الإسمرار وبعض الأماكن اللي بتبقى فيها كده نسبة يعني دكون شوية أو غمقان شوية زي ما بيقولوا. بيبدأوا يسألوا عن كريمات أو مرطبات بتعالج البشرة دي وبتخلي شكلها كويس، خاصة في فترات الصيف التعرض للشمس بشكل مباشر بيخلي طبعا في بعض التصبغات وغيرها من المشاكل اللي بتقابلنا في فترة الصيف. عايزين نعرف طبعا المشاكل دي ازاي نقدر نحاول ان احنا يعني ما تبقاش عندنا، ازاي نقدر نعالجها، نستخدم ايه علشان نفضل على طول شكل بشرتنا فيها كده نضارة وفيها حيوية. معايا ضيفتي منوراني النهاردة في طبيب البلد دكتور هند نصير، عضو الفريق الطبي للشركة وان بيوتي. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا بيكي. عايزة كده في البداية اتكلم مع حضرتك، طبعا فصل الصيف من اول ما بيجي دايما البنات والسيدات بيهتموا جدا ان هو يبقى شكل بشرتهم صافية، ما يبقاش فيها حبوب، اسمرار على قدر الامكان. لازم كده يبدأوا روتين مع بداية فصل الصيف علشان تكون بشرتهم مناسبة بقى للأجواء الجميلة دي، نبقى جاهزين. أيوة بالظبط. إزاي نبقى جاهزين؟ أنا عندي كذا حاجة عايزة أبدأ بيها. اتفضل. يعني حقيقي من كتر ما في حاجات معينة أنا شخصيا بحبها قوي، فدي بالنسبة لي أنا يعني عارفة الحاجة اللي ما تعرفيش تستغني عنها. فالحاجات إيه الحاجات اللي ممكن بنات وسيدات كتير يبقوا متضايقين منها قوي ومتغاظين إنها موجودة؟ بقع سمرة، بقع داكنة، عايزين يفتحوا تفتيح شوية، الأكواع، الكوع لونه غمق، مكان ما بتصلي الركب، عارفة زي الحاجات دي كلها بتبقى في دايما يقولك إيه، أنا عايزة حاجة تفتح وفي أسرع وقت. أنت عايزة بقى كده حاجة سحر يعني، فإحنا بقى عندنا السحر ده. حلوة قوي. نعمل ايه؟ نعمل بينكي بقى، نستخدم كريم بينكي. بينكي إيه، انا إيه عجبني في المنتج ان هو مش بيستخدم لحاجه واحده. يعني بمعنى ايه؟ يعني انت مثلا لو عايزه ان انت تفتحي لون بشرتك هتلاقي، لو انت عايزه ان انت تضيعي الاماكن الغامقه اللي موجوده في جسمك بينكي هيعمل كده. لو انت عايزه ان انت بشرتك تبقى نضره مشدوده بينكي هيعمل كده، لان بينكي موجود في خلاصه العرق سوس وموجود في خلاصه البيرز، والتوت من الحاجات اللي فيها مضادات اكسده قويه جدا جدا، بتستخدم في التفتيح بشكل كويس قوي، بتحسن الكواليتي بتاعه البشره، بتحسن الجلد، كمان الكولاجين وفيتامين سي اللي موجود من الحاجات اللي بتحسن البشره، بتحسن الجلد جدا، ما تشيخيش بدري، الشيخوخه المبكره بتاعه البشره. فالحاجات دي كلها متوفره في الكريم. حلو. الكريم بس. كريم بس. لكن المجموعه طبعا ده كورس متكامل. ده كورس بقى متكامل. حلو قوي. الكورس بقى ليه خطوات اكيد، يعني عشان ابدا اخد الاقي النتائج اللي انا عايزاها على بشرتي لازم اعمل كذا خطوه كده ورا بعض، نشرحها بقى. الكريم بقى عندنا خطواته، احنا عندنا خمس حاجات مهمه جدا جدا لما تيجي تشتري الكورس. ايه هي؟ عندنا غسول، عندنا كمان السكراب بتاعنا، هو سكراب وماسك مع بعض عشان تبقي منوره كده مصحصحه. عندنا هيرونيك اسيد، عندنا كمان فيتامين سي مع الهيرونيك اسيد، يعني السيرم ده انت عارفه دايما كل حاجه بتبقى ليها حاجه لوحدها. يعني دايما لما تيجي تشتري حاجه تلاقي ممكن تجيب انت هيرونيك اسيد لوحده، فيتامين سي لوحده، كولاجين لوحده. هنا بقى ان انت حاطه كل حاجه مع بعضها، عندك خلاصه التوت البري، خلاصه العرق سوس، عندك فيتامين سي، عندك كولاجين، عندك هيرونيك اسيد، كل الحاجات دي مع بعضها في منتج واحد اللي هو بينكي وايت. التفتيح، التفتيح ده ينفع لايه؟ ينفع للبشره، ينفع للبشره بتاعتنا في الوش، الاماكن الغامقه اللي موجوده في جسمك ممكن تستخدميه على المناطق الحساسه. فكل ده يعني هتشوفوا منه النتيجه اللي انا بقول عليها. حلو قوي. لو قلنا اتكلمنا بقى على السيروم، السيروم بقى نعمل ايه في السيروم؟ السيروم بقى عندنا السيروم بتاعنا هيرونيك اسيد 1.5%،
كمان عندنا فيتامين سي 10%، ودي نسبة مهمة جدا للبشرة، لأن الكولاجين وفيتامين سي من الحاجات اللي لازم تشتغل مع بعض، يعني لازم يكون في فيتامين سي علشان يحفز البرودكشن بتاع الكولاجين للبشرة، البشرة فيها الاستستي عالية، فيها مرونة عالية، بشرتك تبقى مشدودة، ما تحسيش إن أنتِ بشرتك مجعدت بدري، ما تحسيش إن أنتِ بشرتك ما فيهاش ترطيب، ما تحسيش إن أنتِ ناقصك حاجة، كل ده إحنا عاملينه في بينكي علشان أنتِ تستخدميه وما تفضليش بقى تروحي وتيجي على حاجات، هي الحاجات الموجودة فيه إناف ان انت تاخدي النتيجه اللي انت عايزاها كويس. في فتره قصيره جدا 4 أسابيع. حلو قوي. هو الكورس اسمه كورس العنايه بالبشره والجسم، وكمان مخصوص في المناطق اللي فيها اسمرار. طيب حلو قوي، دايما بنلاقي المنتجات بيبقى منتج بس للبشره، منتج بس للجسم، منتج ينفع لده وده. اعتقد ده موفر جدا جدا. الكورس فيه حاجات طبيعيه، احنا اتفقنا خلاص ان بينكي حاجات طبيعيه. احنا اتفقنا ان بينكي فيها العرق سوس، فيها التوت البري، فيها كولاجين، فيها فيتامين سي، فيها اي واي اي ريتينول، يعني انت طبيعي بتحبي فيتامين اي، ده الناس بتاكله يعني بتحب تحطه على بشرتهم. انت عارفه فيتامين اي ليه بقى بيعمل ايه؟ الدريفيتس بتاعه الفيتامين اي مهم جدا للجلد، بيحسن الكواليتي بتاعه السكن، بيخلي البشره بتاعتك مشدوده، حتى دايما اللي موجود منه اكيد انت الاسامي بتاعته العلميه زي الريتينول، الحاجات الريتينويك اسيد، الحاجات اللي انت بتستخدميها على بشرتك علشان تحسني الفاين لاينز اللي موجوده حوالين العينين، الفاين لاينز اللي موجوده حوالين النيزوليبيال فولد، اللي موجوده حوالين التجاعيد اللي موجوده يعني عموما. فيبقى ده مهم جدا زي ما احنا كده اتفقنا للبشره. التفتيح بقى، التفتيح لان في ناس بتسال يبقى عندها بقع موجوده، بقع من الشمس، تصبغات موجوده، فده بيفتح لون البشره، بيحفز الـ البشره على ان تبقى امتلاء طبيعي، انت عارفه يبقى يحصل ريجوفينيشن، امتلاء طبيعي للبشره، تبقى بشرتك منوره مشدوده. نفس مش فكره الكولاجين لما بيتحرق. بالظبط بالظبط، لازم لازم اكنك انت، مش عايزه اقول كانك حقنتي، لان انا لو اتكلمت على برودكت لازم اقول لكم ان انتوا تستخدموه شويه، تصبروا على الحاجه، يعني تصبروا عليها لفتره. بعد قد ايه كده يا دكتور؟ يعني بعد 4 أسابيع تبتدي فعلا تقولي دكتوره هند انا جربت الكريم وعايزه اقول رايي. بعد 4 أسابيع تبتدي فعلا البشره تتحسن، تحسي ان انت البشره بتاعتك ابتدت تبيض، البشره بتاعتك ابتدت الجلد يتشد. هو الاستخدام يومي ولا؟ الاستخدام يومي للكريم وكل انا بنصح دايما ان انت لما تيجي تستخدمي تمشيش على سطر وسطر، يعني خليكي امشي على الارشادات اللي احنا قايلين عليها. احنا عندنا المجموعه دي مجموعه متكامله، المجموعه دي احنا عاملين عليها عرض 40%، وبصراحه انا شايفها خصم 40%، هي موفره، تعتبر كده موفره طبعاً. لان انت حاطه كل حاجه، عندك صابون، عندك السكراب، وعندك الغسول، عندك السيرم، عندك الكريم، كذا حاجه وتنفع للسيدات والرجال وممكن البنات كمان. وكمان هي مش مرتبطه بسن معين، يعني التفتيح مش مرتبط بسن معين، انت عايزه بشرتك اي حد طبيعي. البنات اللي بتنزل الجامعه اللي بتتعرض للشمس بشكل مباشر. بالظبط، وبعدين اي حد طبيعي بيحب فكره ان انت لما تحطي حاجه على وشك على طول، يعني immediately تحس ان في فرق كده، مش تفضلي تستمري بقى وتقولي لا، تفضلي تعيدي، يعني النتيجه تظهر من اول مره، من يعني اول ما بتعملي مثلا السكراب، مثلا ما تعملي سكراب على وشك، السكراب ده سكراب وماسك مع بعض. سكراب ده يعني اللي هو التنظيف العميق للبشره. التنظيف العميق للبشره كويس. لما تيجي تعملي السكراب ده، لان السكراب فيه نفس المكونات يا جماعه اللي موجوده في الكريم بينكي نفسه. فالسكراب ده عباره عن ايه؟ عباره عن كمان التوت، عباره عن خلاصه العرق السوس، عباره عن الفيتامين سي. فانت كده خدتي بداتنا بالسكراب، نظفنا كويس، شلنا كل الحاجات الديرتز اللي موجوده على سطح الشوايب وكل الكلام ده شلناه اللي موجود على سطح البشره. فانا عايزه ان انت تكوني وانت بتعملي كده، بصي يعني عندك صبر شويه للستبس، يعني ما تقوليش ايه لا دي حاجه، كل حاجه في اولها بتبقى شكلها ممكن يكون صعب، بالذات لما بيبقى في عاده، العاده دايما بتحتاج منك وقت، يعني اعتقد على الاقل 3 أسابيع قبل ما تبتدي تعتاد على نظام حياتي بشكل بقى عام في كل حاجه. بالظبط، دايما اقول لهم يعني اللي بيسمعوا كده ما تزهقوش، مش من اول مره، لا اصبري شويه علشان تشوفي النتيجه اللي انت عايزاها. هو بعد 4 أسابيع هتبتدي ان شاء الله تشوفي النتيجه اللي انا بتكلم فيها، هتشوفي نتيجه التبييض، البشره بتاعتك اتوحدت، هتشوفي نضاره انا بتكلم فيها، هتشوفي بشد البشره، هتشوفي التحفيز، كل الكلام ده هتشوفيه. حلو قوي.
طب اللي عايز بقى يعرف نوع بشرته ايه اللي ينفع معايا وايه اللي ما ينفعش، المنتج كل ده بقى ده ازاي التواصل معاكو؟ احنا التواصل اولا معانا طبعا عن طريق الارقام اللي احنا بننزلها دايما على الشاشه عندكم، وعلى رقم الواتساب، واحنا عندنا شحن مجانا والمتابعه مجانا. بالنسبه للكريم هو صالح بالنسبه للكريم او حتى الصابون او حتى السكراب لكل انواع البشره، لان الحاجات المنتجات الموجوده بتبقى طبيعيه. يعني انت مثلا عندك الالوفيرا جل الصبار، عندك زيت الزيتون، عندك زيت جوز الهند، انت الحاجات دي اللي موجوده مثلا لوحدها في الصابون دي منعشه، بتعمل نورشنج، بتغذي البشره جدا، بتحسن قوي الملمس بتاع البشره. لو في حبوب بتبتدي تشيلها، لان الحاجات دي في اصلها انت مثلا عندك في الصابون من ضمن نوع عندنا العسل والشوفان. فالعسل هو اصلا في طبيعته يعني العسل الجميل ده بطبيعته انتي بكتيريال، انت عارفه يعني بيشيل مضاد للبكتيريا. فالحاجات دي انت لما تستخدميها مش هتشوفي غير البشره اللي انت بتحلمي فعلا بيها. حلوه قوي. الناس اللي عندها بشره دهنيه وحبوب ومشاكل بتاعه البشره الدهنيه بشكل كبير، المسام الواسعه، تنفع جدا، البثور السوداء، كل ده حلو. هو اساسا بس لازم بقى الروتين اللي هو بالتنظيف الاول. بالظبط. التارجت دايما بتاعنا ان احنا عايزين نفتح، لان هو بينكي وايت ده الوايتنينج، وان احنا ازاي نعمل النضاره بتاعه البشره. التارجت بتاعنا لو في اي مسام واسعه او في حبوب او في كل الكلام ده بيحسن جدا الموضوع ده. ف تستخدميه هتشوفي نتيجه بعد 4 اسابيع، هتبتدي تحسي بالمظهر اللي انت عايزاه بتحلمي بيه. ولو انت كملتي 3 شهور يبقى انت هتشوفي احسن واحسن. هايل. عايزه اعرف ايه المنتجات اللي داخل العرض يا دكتور؟ قلتي تقريبا في تخفيض 40%. احنا عندنا المجموعه كامله. المجموعه كامله دي 5 حاجات مع بعض. ايه ال5 حاجات اللي احنا عايزين نتكلم فيها؟ السيرم عندنا بينكي وايت. السيرم ده برضو نركز عليه قوي علشان الترطيب، دلوقتي الجو حر قوي والناس اساسا بتنسى تشرب ميه، فعلى الاقل تحط سيرم بقى يعني تعمل عارفه تعملش ما يبقاش من كله يعني بشره جافه وما في ميه، وعلى الاقل كمان تحطي حاجه وانت نازله بتبقي مترطبه، عارفه ازاي؟ فدي حاجه. طيب عندنا بقى ايه كمان؟ الصابون. حلو. وعندنا كمان الغسول. الصابون بقى بيتحدد على حسب نوع البشره. انت عندك الصابون كله زيوت طبيعيه، محدش يعني الصابون بتاعنا بيتميز بايه؟ الحاجات اللي موجوده فيه. انت عارفه بره دلوقتي بقت حاجات ترندي قوي، زيت يقول لك الخروع، يعني الخروع ده بيستخدموه ماسك ويحطوه على بشرتهم لانه بيعمل نيوتريشن للبشره جامده جدا، ترطيب للبشره عالي جدا، بيزود الفلو بتاع الدم، بتبقى فيه لما انت تعملي مساج بيه يعني بيعمل نتيجه من الترطيب لشد، بتحسي البشره الجلوي نضره. عندك كمان زيت الزيتون نسبه كبيره جدا، مضادات اكسده، فيتامين اي، كل الحاجات دي حاجات طبيعيه موجوده في الصابون. عندك زيت جوز الهند كمان موجود، انتي باكتيريال زيت جوز الهند، وحلو جدا عشان يحسن التكتشر، حلو جدا عشان يزود البلد، كل الحاجات دي موجوده عندنا، جميله قوي. الغسول عندنا منه الغسول الاول عادي هنغسل بشرتنا بيه فومين كده، هيخلي فيه احساس منعش. اوكي. وبعد كده من ضمن الحاجات الجميله برضو، بصي انا بحس بينكي دايما الميزه اللي فيها، تلاقي اللي موجود في السكراب هو اللي هتلاقيه موجود في السيرم، المكونات يعني كلها طبيعيه. فهتلاقي برضو بيساعد على التفتيح الحاجه الموجوده في السكراب، برضو بيساعد على التفتيح الحاجه اللي موجوده في السيرم، برضو بيساعد على التفتيح، يعني كل المنتجات كل الخمس منتجات بيساعدوا. فاحنا عايزين نستخدم الحاجات دي مع بعضها علشان خاطر ناخد النتيجه اللي احنا عايزينها. كويس جدا. طيب ناخد كده بسرعه سؤال من على صفحتنا. في سؤال بيقول لك يا دكتور عندي منطقه حوالين الفم، منطقه اللي حوالين الفم غامقه جدا عن وشي،
هل ممكن الكريم والمنتجات ممكن تكون تساعد على ده بشكل سريع؟ ده المهم كمان جدا بشكل سريع. بس السريع بتاعك ده قد ايه؟ حددي لي السريع، لان احنا دايما اي حاجه توبيكال لا تيكس تايم شويه، بس تايم يعني مش هنقعد شهور. انت هتشوفي ان شاء الله النتيجه دي اول في اول 4 اسابيع ان شاء الله باذن الله. بعد 4 اسابيع هتشوفي ابتدت النتيجه تظهر على وشك. لو احنا كملنا بقى على فكره وقعدنا 3 شهور، هو اي حاجه الاهتمام بيها بيبقى اهتمام يومي وبشكل مباشر. اكيد يعني بلاش ان احنا نستخدم حاجه ونقول انها إيه لا دي ما جابتش، مثلا اجيب حاجه اوه لا لا مش عجباني ما جابتش نتيجه ارمي. لا في الكريمات بالذات والحاجات دي ليها ديوريشن، ليها افكت بيجي جراديولي وتاثير. صحيح. التاثير ده مش هتجيبيه أو اول مره هتحسي بالفرق زي ما وعدتك في ايه، في التفتيح والنضاره والجلو وكل الكلام ده. لو فضلنا مستمرين على كده هتشوفي بقى التاثير باين ازاي على البشره بتاعتك، الحاجات اللي انت عايزه توصلي لها. حلو جدا. قبل بقى ما اختم معاكي يا دكتور، ناكد تاني على التواصل، ناكد تاني على الباكج بتاعه الشركه اللي هو الكورس، اسمه بالظبط كورس العنايه بالبشره والجسم. كورس العنايه بالبشره احنا عندنا عرض 40%. التواصل بيكون عن طريق الواتساب والارقام اللي دايما بتنزل على الشاشه. احنا عندنا الشحن مجانا والمتابعه مجانا. كويس. واي استفسار احنا دايما معاكم ان شاء الله. كويس جدا. والمتابعه على صفحه الوان بيوتي، صفحه الشركه على الفيسبوك، كمان الفريق الطبي هيرد على كل أسئلة حضراتكم، أي حاجة عايزين تستفسروا عليها زي ما واضح قدامي إن هيكون في فريق طبي متواصل مع كل الأسئلة وكل المشاكل اللي ممكن تقابل البشرة والجسم. أيوة. نورتيني، شكرا جزيلا ليكي دكتور هند نصير من الفريق الطبي لشركة وان بيوتي. شكرا جزيلا. عفوا. كل الشكر لحضراتكم مشاهدينا على المتابعة لطبيب البلد، دايما معاكم بكل جديد، خليكم معنا بعد الفاصل.